السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم جميعا مجددا في برنامجكم ومضات رمضانية للموسم الثاني، ونرحب جميعا بأحد طلابنا الذي سوف يقرأ علينا يعرفنا بنفسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا الطالب الوليد خالد الهدلق من مدارس المجد الأهلية لتحفيظ القرآن الكريم بنمر. ما شاء الله، تفضل بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خيرا، قراءة طيبة. وننتقل سويا في نهاية حلقتنا إلى سؤال هذه الحلقة، وهو: ما هي الآية في الجزء الأول من القرآن التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها حقيقة السحر وأنه كفر وأن صاحبه ما له في الآخرة من خلاق؟ يرجى الإجابة باسم السورة ورقم الآية، والمشاركة تكون على قناة المجد في اليوتيوب، وسيتم السحب يوميا على الفائز ب مسابقة الحلقة، كما أن الحلقة الأكثر مشاهدة وتفاعلا سيتم إعطاء الطالب المشارك فيها جائزة من البرنامج. وفي الختام نستودعكم الله سبحانه وتعالى في أمان الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.